طاحت عليا الفكره مؤخرا نخدم ريفرورا حيت جالسه غير في الدار ما كندير حتى شي حاجه بحكم انا عندي موتور وغير كنتسخر به غير للدار والمسائل اللي كيخصو للدار وكذا. قلت علاش لا انني نخدم ريفرورا من هانيت نحرك شويه ايديا ونحيد من الملل ديال الدار وفي نفس الوقت نعاون راسي ونعاون والديا. راودتني الفكره تقريبا بشي سيمانه قبل ما نطبقها طاحت لي في بالي وبقيت كنفكر فيها مزيان وقلت علاش لا حتى انايا نقول بسم الله ونبدا. واخا غادي نلقى شويه العراقيل ولكن ماشي مشكل. من بعدها الحمد لله اقترحت الفكره على الوالده ديالي ووافقت وقالت لي الله يسخر لك الله يكمل عليك بالخير ديريها الحمد لله انت راه قدها وكدود. وفعلا الحمد لله الغد ليه بعد سيمانه قلت لكم الغد ليه مشيت خرجت كارت فيزيت اول بعدا قبل ما نخرج كارت فيزيت خدمت مع واحد السيده اللي كدير الحلوه للناس الله يعطيها الخير حتى هي الاولى اللي خدمت معها. وصلت لها صيفط ليها وقلت لها انا مستعده انني نخدم معاك ريفرورا حيت بحكم انني كنعرفها قلت لها بغيت نخدم معاك ريفرورا نوصل لك طلبيات الناس. قالت لي مرحبا انني ترى كتخصني شي وحده اللي توصل ليا طلبيات العيالات لدارهم. قلت لها مرحبا دارت معايا مشيت خدمت معها هذاك النهار عجبني الحال الغد ليه مشيت الحمد لله خرجت كارت فيزيت ومن موراها عاوتاني دفعت لهذاك الساكادو حتى هو درتو الحمد لله وبديت كندفع كارت فيزيت للناس كندور على الناس على القهاوي كندور على بزاف ديال الناس كنعطيهم كارت فيزيت واللهم لك الحمد الحمد لله لقيت شويه ديال الاقبال واللهم لك الحمد. صراحه نكذب عليك ضروري غادي تلقى صعوبات في الاول غير من ناحيه المجتمع وكذا هيشوفوا فيك واحد النظره شويه ماشي هي هذيك وكذا ولكن الحمد لله بالنسبه لي انا ما كاين حتى شي صعوبات كي بديت هذه الخدمه بديتها عادي وما عنديش مشكل الحمد لله خرجت ليها بكل روح رياضيه وهانيه. صراحه كاينين شي وحدين كيقولوا هذه الخدمه ماشي ديال البنات هذه الخدمه ما خاصش البنت ديرها وكذا ولكن لقيت بزاف ديال الناس شجعوني بزاف الحمد لله شجعوني على هذه الخدمه وقالوا لي الله يوفقك وسيري كملي وبزاف ديال الناس كيصوني وليا وكيباركوا لي على هذا المشروع اللي درت. لا خدامه مع راسي ما تابعه لتا شي شركه ما تا شي واحد اللي عيط ليا بغى شي كوموند ولا شي حاجه تنكونفيرمي معاه وكنمشي لعندو كنوصلها ليه. صراحة أول حاجة بعدا لي الشرف أنني نكون هوارية الحمد لله ولي الشرف أنني نكون أول وحدة في هوارة تخدم بحال هاد الخدمة واخا صعيبة كما كنقولوا رجالة وما كيكونوا وما قدروش عليها ولكن يا ربي إن شاء الله توفقنا وتوفق الجميع. ضروري خاص تكون عندك صفة ديال الأمانة حيت هذيك أمانة ديال الناس. ضروري أن شي واحد مثلا قال لك هاد لاكوموند خاصك توصليها ليا خاصك ديريها في عينيك حتى توصليها ليه تعطيها ليه من يديك ليدو وما يمكنش تعطيها لشي واحد اخر من يديك ليدو. صراحه حاليا كنخدم بزاف غير مع العيالات بالنسبه للعيالات اللي كيديروا الحلوه اللي كيديروا بسطيلات وكذا. المهم اغلبيه دابا كنتعاملها مع العيالات كنوصل البنات ديال الليسي تواصلوا معايا بزاف ديال البنات ديال الليسي كنوصل لهم لي كوموند ديال الماكله ما كيقدروش مثلا يخرجوا من الليسي ياخذوها ولا شي حاجه ولا بعيد عليهم الليسي كيقولوا لي بغينا كذا وكذا كنديها لهم حتى الباب الليسي. لا صراحه هما جوج حوايج الاولى هي باغا نعمر الوقت ديالي وثاني حاجه باغا نعاون راسي ونعاون والديا ان شاء الله باغا نطور في المشروع ديالي وعلاش لا ندخل حتى بناتي يخدموا معايا فيه ان شاء الله اللي عندها موتور بحال هكا ومن بعد طورت المشروع ديالي نكون انا وياها على تواصل وتخدم معايا ان شاء الله ونوصل شي حوايج اللي انا باغا نوصلهم في الاحلام ديالي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.